ومفخرة بين النجوم وفي القلوب موقرة أعوام عزك لا. أولت مدارس المجد الأهلية اختبارات القدرات والتحصيلي أهمية بالغة، وذلك للرفع من مستويات الطلاب والطالبات في نتائج قياس، ولتحقيق مراكز متقدمة في اختبارات قياس، فقد وضعت المدارس خطة محكمة مدروسة اشتملت على برامج لتطوير وتدريب الطلاب والطالبات على اختبارات. بداية العام الدراسي تم تدشين مشروع القدرات لتدريب الصف الثالث المتوسط والأول الثانوي على اختبارات القدرات، فوضعت مذكرات خاصة للمسار الكمي واللفظي، وأضيفت حصة أسبوعية في الجدول المدرسي بهذا الخصوص، كما تم تجهيز قاعات تدريبية للطلاب وذلك لإعدادهم لاختبارات قياس، فوضعت لطلاب الصف الثاني الثانوي والثالث الثانوي دورات صباحية ومسائية مكثفة لتدريبهم على هذه الاختبارات، وأقيمت لهم اختبارات تجريبية تحاكي اختبارات مركز قياس لضمان تقديم الطلاب نتائج متقدمة، وقد صححت هذه الاختبارات بالنظام الإلكتروني. حاب أقول أن مدارس المجد قدمت لنا جهد كبير جدا في اختبارات القدرات من ناحية الحصة التدريبية ومن ناحية اختبارات المحاكاة ومن ناحية المعلمين. من بداية الثانوي الصف أول ثانوي كانوا يعطونا ملزمات وكانوا يعطونا حصة واحدة في الأسبوع عن القدرات ويشرحوا لنا إياها. فأنا حاب أشكر جزيل الشكر مدارس المجد الأهلية لتقديم هذا المجهود للطلاب، بحيث أنها طورتنا وساعدتنا جدا بالحصول على إن شاء الله أعلى الدرجات، فشكرا لكم الجهود. أنجز هذه الفرصة لشكر الإدارة التنفيذية للمدارس وللمعلمين الأكفاء على هذه الجهود المميزة والتي ارتقت بطلابنا للحصول على أعلى الدرجات في اختبار القدرات والتحصيل. ولله الحمد والمنة، فقد حقق الثانوية المجد الأهلية بنين بالعريجة وللعام التاسع على التوالي المركز الأول في اختبارات القدرات على مستوى مكتب التعليم بالسويدي، كما حققت ثانوية المجد الأهلية بنات على الفئة الأولى في اختبارات القدرات والتحصيلي على مستوى مكتب التعليم بالبديعة. بين النجوم وفي القلوب موقرة أعوام عزك لا تشيخ وتمحي، أنت البهاء وأنت أنت الآسرة. نخل بسيق شاهق بنيانها طلع نضيد كالجمان محدرة، الضاد يعرف مجده ومكانها في غرة التاريخ دوما مسفرا. صرح مشيد و...